السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بكم في شرح جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة حذف حساب الانستجرام بكل سهولة، ازاي اعمل له عملية حذف بكل سهولة. كل اللي هنعمله هنروح على الموقع على الانترنت، هنكتب انستجرام ونخش على الموقع الرسمي. طبعا الرابط هنلاقيه في الفيديو، instagram.com. هنخش عليه هنلاقيه زي ما احنا شايفين كده. معنى كده ان احنا مش هنقدر نعمل حذف الحساب من التطبيق، لكن هنقدر نعمل حذف للحساب الانستجرام من خلال الموقع على الانترنت. بيظهر لنا الصفحة الرئيسية زي ما احنا شايفين لما نسجل دخول بحسابنا على الانستجرام على صفحة الانترنت على المتصفح. نخش شايفين احنا علامة الشخص اللي فوق دي اللي انا بشاور عليها دي، هي علامة البروفايل اللي بضغط عليها بتظهر لي الصفحة دي. تمام، يعني الصفحة الرئيسية هتظهر لنا بالشكل ده، فيها البوستات بتاعتنا. هضغط على العلامة دي هيظهر لنا الصفحة اللي قدامنا الشخصية بتاعتنا. هعمل edit profile، edit profile قدامنا، اضغط عليها وهنزل تحت هلاقي كلمة temporarily disable my account. شايفين احنا اللي تحت البزرة دي شايفينها، هنضغط عليها. هنبدأ عملية قفل الحساب دلوقتي. هو بيقول لي ايه سبب اللي انت قفلت بيه الحساب، بتقول اي سبب من دول، سامسونج جالس اي حاجة من دول. جاستن ذا بريك بيطلب مني اكتب الباسورد، هنا بكتب الباسورد وبقول له بضغط على temporary disable account. تمام، بضغط عليه بيبدأ you are about temporary disable your account go ahead. بيطلب مني ان انا اكد ان انا هعمل عملية حذف حسابي، وبضغط yes فبيتم حذف الحساب الخاص بيك من على الانستجرام. تمام، ده كان بكل سهولة ازاي تقدر تعمل عملية قفل لحسابك على الانستجرام في خطوات سريعة جدا. طبعا بعد القفل تقدر تسترجع الحساب في حالة حبيت تسترجعه. بتعمل عملية بس بتخش باليوزر نيم والباسورد بتاعك، بيبدأ يخش عليه عادي. طب هل الصور والحاجة اللي عليها تروح؟ لا، هو في الفترة اللي بيسيبه فيها لغاية ما ممكن ترجع في كلامك بيسيب كل حاجة موجودة، اللي هو زي القفل المؤقت كده، يسيب المنشورات والصور وكل حاجة انت عاملها، ولكن تبقى مخفية. طبعا الحساب مخفي اصلا، مش موجود خالص، محدش يقدر يشوفه الا لو انت عملت اعادة تنشيط ليه من خلال الدخول بالباسورد واليوزر الخاصين بيك. لو في استفسار اتمنى اشوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمله لايك، لو عايز تفيد بغيرك اعمله مشاركة، وما تنساش تشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.